بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، صباح الخير. صباح ننتظره كل عام وينتظره معنا الملايين من الوطن العربي، فقد أصبح هذا اليوم شمساً للطاقة الإيجابية، للحب، للصدق، تشرق فيتطلع إليها الجميع آملين أن ينالهم نصيباً من دفئها ونورها وبركة اليوم. السادة الحضور، هل تعلمون ما هي أول علامة للحضارة في تاريخ الإنسان؟ إنها الرحمة. مساعدة شخص ما على تجاوز مصاعب الحياة هي نقطة البداية للحضارة، وقد أثبتت مصر إنها بلد الحضارة. ونحن اليوم مع القادرون باختلاف نثبت للعالم إن الرحمة والمسؤولية المجتمعية هي جزء أصيل من معدن الشعب المصري ورئيس الشعب المصري. فلقد فتحنا قلوبنا للعدل وللإنسانية، ونقف شامخين بجانب الحق أينما كان. فليشد كل منا من أزر الآخر لنتخطى الأزمات، فلن نيأس ولن نقف، بل سنتعلم من القادرون باختلاف التحدي، المثابرة، التغلب على الظروف، والنهوض من جديد. معك سيادة الرئيس نحقق إنجازاً يوماً بعد يوم. فلقد قدمت الكثير والكثير لهذا البلد، ولكن ما قدمته لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة من إنجازات ومكتسبات فسوف يجازيك الله عنه خير الجزاء إن شاء الله. فقد أنصفتهم، خرجت بهم من ظلمات التجاهل والإنكار إلى إثبات وجودهم وحصولهم على حقوقهم. لذا فبالنيابة عن الملايين من القادرون باختلاف وذويهم بقول لسيادتك شكراً. دول زويهم فخامة الرئيس اللي بيقولوا لك شكراً. حملت أمانتنا وأديتها وما زلت تؤديها، وما زلنا ننتظر من سيادتكم المديد بإذن الله. للاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية والذي أشرف برئاسته تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة إنجازين مميزين، مش أنا اللي هعلن عنهم، اللي هيعلن عنهم أبطال الاتحاد بأنفسهم في الجزء الثاني من الاحتفالية. وأخيرا الحضور الكريم، أسألكم ونفسي، هل لبلد خرج منها ملايين الملهمين في جميع مجالات الحياة وقال عنها المولى عز وجل في كتابه الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هل لها أن تخشى غدا أو حاضراً أو مستقبلاً؟ لا والله، نحن آمنون إلى يوم يبعثون، هذا وعد الحق ونحن به مؤمنون. تحيا مصر دائماً وأبداً. شكراً.